معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس. قصة اليوم كنت أنوي حكايتها منذ سنوات بعد أن رويت تفاصيلها في محاضرة نوادر العباقرة والمهوسين، لكنني وكما هي العادة نسيت لتمر الأيام ولم أتنبه لها حتى أصغيت لمالكولم جلادويل يحكيها في بودكاسته اللطيف تاريخ للمراجعة، فعادت لي الذاكرة مؤقتا ولأفتش في أوراقي وأجدها القصة مدونة بخربشاتها في الكراسة القديمة، فقررت توجهها لوكر الدهشة قبل أن تضربني عاصفة النسيان مرة أخرى ولتأتيكم القصة كما هي بلا تنقيح، بلا مدقق لغوي، بلا فريق من الباحثين، فقط استوديوهات مايكس وأنتم، أنتم رصيد ضميري، الأصدقاء الذين أتقنوا زرع الأفراح الصغيرة في الأيام المغرقة في عاديتها. فمن هنا، من وكر الدهشة، من عش السكينة، من أروع بقعة في الرياض، تأتيكم قصة اليوم عن عنوان 261 ويفرلي ستريت، بالو ألتو. سنحكي في القصة ما جرى لشخصية ربما تعد الأهم في القرن العشرين، ولأنها عن الشخصية الأهم في القرن العشرين فستجدون في تفاصيلها قصصا مرتبطة بأحداث سمعتموها في حلقات سابقة. قصة اليوم عن عنوان 261 ويفرلي ستريت، بالو ألتو. على مقربة من هذا العنوان ثمة مبنى نقش على واحد من حيطانه: هنا ولد وادي السيليكون، هنا احتشدت ألمع عقول العلماء والمهندسين لتصنع أول شريحة سيليكون، ثم انتشروا على جنبات هذا الطريق المئات من المؤسسات الإلكترونية المتناثرة، هنا تعود جذور أصولها لهذا المبنى. نحن البشر نؤرخ للأحداث بناء على الوقائع المفصلية التي نظن أن لها دورا محوريا في صنع عالمنا وتفكيرنا وإيماننا. نؤرخ بهجرة الرسول، بميلاد المسيح، نقول نحن اليوم في عام 2023 بعد ميلاد المسيح. لكن ترى بما ستؤرخ الآلات؟ لنتخيل عالما لنقل بعد 3000 سنة، لنفترض أن الذكاء الاصطناعي تمكن من السيطرة على الأرض وتحكمت الآلات بالموارد، ترى كيف سيؤرخ إمبراطور الآلات بدورة الحياة؟ ما الذي سيختاره حدثا مفصليا لبدء التاريخ؟ لا أحد اليوم يعلم طبعا، لكني أتوقع أن الترشيحات ستتضمن حتما ويليام عام 1947 بحساب البشر. 1947 قد تكون سنة الصفر. سينقسم عالم الآلات للعالم ما قبل ويليام والعالم بعد ويليام. ويليام بطل القصة. ويليام عمل في مختبرات بيل لابس، لم تسمعوا بها أليس كذلك؟ لكنكم حتما سمعتم بالليزر. بدأ هناك الخلايا الشمسية، هناك الأقمار الصناعية، التواصل عبر هذه الأقمار، نظرية المعلومات، حتى إثبات نظرية الانفجار العظيم، كانت كلها هناك. 17 جائزة نوبل نالها مهندسوها، والعديد من الجوائز المحلية والعلمية، وأيضا جائزة الأوسكار للأفلام. فقط لتقريب الصورة، لو أحصينا كل ابتكارات كبرى الشركات اليوم، جوجل، فيسبوك، أبل، كل مخترعات هذه الشركات مجتمعة لا توازي من حيث التأثير تلك التي كانت تطبخ في مختبرات بيل في خمسينات القرن العشرين.
والاختراع الأهم. أهم ما جرى في القرن العشرين على الإطلاق كان على يد ويليام. لنتعرف عليه، ويليام ذلك الرجل فائق الوسامة بنظارات ثقيلة وملامح نحتت بدقة، بلياقة عالية في الحديث وحضور كاسح، نشأ في كنف والدته الفتاة الشجاعة الفارسة التي أتقنت الرمي بالبندقية، كل شيء فيها يحذرك من التعرض لها أو التبجح أمامها، وحري بك أن تخشى من بندقيتها، فذلك أخف عليك من أن تزدريك، ستزدريك وذكاؤها الخارق. في حين أن معدل ذكاء الإنسان العادي يتراوح بين 100 و115، درجتها في الآي كيو كانت 161. فحتما سترمقك بنظرتها الدونية، بدرجة الرياضيات التي حازتها في وقت لم تكن المرأة بعد قد وجدت طريقها للجامعات. وفي هذا الحضن نشأ ليقفز منه لأروقة مختبرات بل، حيث كان عبقريها الأول. انتشر الخبر بأن هناك فعلا عبقري في نيوجيرسي، فصار مديرا لحل المعضلات في وزارة الحرب الأمريكية. حصل على تصريح رسمي من البنتاغون يخوله بركوب أي رحلة جوية تجارية. عندما بدأت الحرب العالمية الثانية سألته الحكومة قائلة: أهلا، نحن نقوم ببعض الأشياء المثيرة مع اليورانيوم، هل تعتقد أنه قد يكون من الممكن في يوم من الأيام توليد الطاقة من الوقود النووي؟ غاب لفترة وجيزة وعاد قال: هنا، هكذا تفعلونها. سألته البحرية: نواجه صعوبة في إصابة الغواصات الألمانية بالمتفجرات تحت الماء، هل يمكنك المساعدة؟ وفي غضون شهرين زاد ويليام معدل نجاح التصويب بنسبة 500%. في حلقة النهاية المتوقعة تحدثت عن كيرتس لامي، من الذي طار إلى المحيط الهادي لتعليم طواقم القصف كيفية استخدام الرادار أثناء الهجمات الليلية؟ ويليام. وتنتهي الحرب. البنتاغون لا يريد التخلي عنه، لم يروا له مثيلا من قبل، لكنه قرر العودة لمختبرات بل ليصمم الترانزستور ويحوز على جائزة نوبل. قبل ويليام كانت الإلكترونيات تدار بأنابيب زجاجية هشة فائقة الضخامة وبقدرات ضعيفة ذابلة وذاوية، وبعد ويليام يتغير كل شيء للأبد. ويليام يخترع الترانزستور ويأتي بالشريحة المعجزة، شرارة الثورة التكنولوجية والأساس الذي مهد للإلكترونيات المحمولة والكمبيوترات، ولينهمر طوفان الابتكارات المتعاقبة التي شكلت ملامح عالمنا المعاصر. في عام 1947 ويليام شوكلي يخترع الترانزستور، لكن هذه القصة لنتذكر ليست قصة الترانزستور، هي قصة عنوان 261 ويفرلي ستريت بالو ألتو. على مقربة من هذا العنوان ثمة مبنى نقش على واحد من حيطانه: هنا ولد وادي السيليكون، هنا احتشدت ألمع عقول العلماء والمهندسين لتصنع أول شريحة سيليكون، ثم انتشروا على جنبات هذا الطريق المئات من المؤسسات الإلكترونية المتناثرة، هنا تعود جذور أصولها لهذا المبنى، مبنى شركة شوكلي لأشباه الموصلات. لكن ويليام شوكلي لم يخترع الترانزستور في بالو ألتو، بل قام بابتكاره في مختبرات بل في نيوجيرسي والتي تبعد أكثر من 4500 كيلومترا. السؤال: ما الذي جاء بويليام شوكلي إلى هنا من بين كل الأماكن في هذه القارة التي تسمى الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا هذا العنوان؟ ثم ما قصة السيليكون؟ الترانزستور الذي اخترع في مختبرات بل وفاز بجائزة نوبل كان مصنوعا من الجرمانيوم.
لكن ويليام قال لنفسه: ربما سيكون من الأفضل لو نستغني عن الجرمانيوم ونأتي بالسيليكون بديلا عنه. شرائح السيليكون ستكون أكثر فعالية بآلاف المرات، وربما بملايين المرات، وربما بمليارات المرات. وفي بالو ألتو في كاليفورنيا أسس ويليام لأول ستارت أب للعصر الرقمي، شركة شاكلي لأشباه الموصلات، وأتى بالسيليكون ووضعه في بطن شريحة الترانزستور وفي بطن الوادي أيضا ليضيف رونقا للإسم. لا يمكن أن تتخيل جمال هذا الإسم إلا حين تقارنه بالإسم الأصلي البشع. تخيل لو كان اسم الوادي وادي الجرمانيوم، حتما لن تكون له نفس الحظوة. لكن لما هنا؟ وحتما سيراودك هذا السؤال عندما تزور وادي السيليكون لأول مرة، ما إن تهبط في مطار سان فرانسيسكو وتتجه جنوبا على هايوي 101 سيطوقك ضباب يحجب الرؤية، والزحام، الزحام الكريه، مولات الدور الواحد على طول الطريق من جهة، ومكاتب مصمتة بلا هوية على الجهة الأخرى، ثم جامعة ستانفورد التي ينبغي أن تمثل جوهرة التاج لحضارة القرن العشرين. أعني مع كامل احترامي لكل أصدقاء العباقرة خريجي هذه الجامعة المرموقة، لكنها وكما يقول مالكولم جلادويل أشبه بمطعم كبير لبيع التاكو. هل يعقل أن مركز الحضارة ينبثق من هنا؟ أفلاطون بنى أكاديميته في أثينا من سفح الأكروبوليس، الحضارة الإسلامية تتجلى في قرطبة وفي قصورها الباذخة، التنوير وليوناردو في فلورنسا وبقباب مذهلة في ألوانها، الانطباعية في باريس، أيقونات معمارية وبؤر جمالية. وعندما نصل للقرن العشرين حضارة الكمبيوتر العصر الرقمي، نذهب لوادي السيليكون فلا نرى سوى ساحات كبيرة لمواقف السيارات وبست باي ومطاعم إن آوت للبرجر. ما هذا المكان؟ ولماذا يا ويليام شاكلي جئت هنا؟ أنت صنعت الترانزستور في مختبرات بيل في نيو جيرسي المحاذية لنيويورك، هناك آي بي إم، القرب من نفوذ واشنطن العاصمة ومراكز صنع القرار، عقود وزارة الحرب الأمريكية، لديك رأس المال، التمويل، الخبرات. ما الذي يجعلك تسافر آلاف الكيلومترات لهذا الوادي حيث لا توجد إلا مزارع للفواكه والطماطم؟ حتى الأفوكادو لم يكن قد وجد طريقه بعد لهذه البقعة. وصل ويليام شاكلي لهذا الوادي وبعبقريته الفذة مضى ويليام شاكلي يستميل نابغة تلو الآخر لعقيدته الكمبيوترية. تخيل ذلك العبقري النابض بالحيوية، الفائق الوسامة، بنظارات ثقيلة وملامح نحتت بدقة، بلياقة عالية في الحديث وحضور كاسح، يدخل عليك وأنت أفضل طالب في الجامعة، يأتيك ويقول: أنا ويليام شاكلي أمثل المستقبل، هل ستعمل معنا في شركة شاكلي لأشباه الموصلات؟ فانضوى تحت رايته الكثير من الحواريين، تكونت تحت إمرته كتيبة النوابغ. ثم نصل الآن للصفحة المعتمة. اسأل أي شخص حولك عن ويليام، غالبا سيجيبك مستنكرا: شاكلي؟ من يكون هذا؟ إن لم تكن متخصصا في هندسة الكمبيوتر والكهرباء وقريبا من الفيزياء، إن لم تكن إمبراطورا للآلات، سيكون من المستبعد أنك سمعت باسمه. لماذا؟ لأن هناك جانبا آخر لويليام شاكلي، الجانب المستتر. شاكلي كان عتلا، جواظا، مستكبرا، غليظ القلب، يثور لأتفه الأسباب، ساحر في إغوائه لكل تلك العقول الشابة اللامعة،
لكن بمجرد وصولهم سرعان ما يكتشفون أنه الوحش الموهوم بالمؤامرات التي تحاك ضده. في حادثة الدبوس الذي جرح السكرتيرة راوده الشك في أن العاملين أرادوا تدبير محاولة لاغتياله، فهرب من جحيمه الوظيفي العشرات من العباقرة الذين كان قد استقطبهم ولم يستطيعوا أن يطيقوا العمل معه. نويس ومور على سبيل المثال أسسا شركة إنتل، شركة إنتل العملاقة، كان من تلاميذه. مور صاحب القانون الشهير الذي تولى عملية الزيادة الفائقة للترانزستورات في الشريحة، فقفز عددها خلال 30 سنة من 1000 ترانزستور في الشريحة إلى 1,000,000,000 ترانزستور في الشريحة الواحدة. القانون سمي باسم قانون مور وليس باسم قانون شاكلي. نويس المؤسس الآخر لإنتل كره شاكلي جدا وأورث كراهيته لتلميذه، تلميذه ستيف جوبز مؤسس أبل. نويس كان الشخص الذي أطلق على وادي السيليكون هذا الاسم. ليسوا وحدهم، أكثر من 60 شركة في وادي السيليكون أسست على أيدي الهاربين من جحيم شاكلي وتلاميذهم. كانوا نواة الصناعة التي تجذرت وتضخمت وتمأسست بشكل لا يمكن استنساخه في أي مكان في الدنيا. ثم كانت الصفحة الأكثر عتمة. تطرقت لشيء منها في حلقة العرق الذهبي. شاكلي جند نفسه وشهرته ونفوذه لأجل رسالة واحدة: تحسين النسل. وهذه طبعا كلمة ملطفة. ويليام شاكلي جند نفسه وشهرته ونفوذه لإقناع الحكومة بإيقاف نسل السلالات التي يعدها متدنية في السلم البشري. فقط الأذكياء هم الذين يحق لهم التكاثر، الأذكياء الذين هم البيض طبعا، أما الدرجات الدنيا فلا يستحقون البقاء. ادعى أن الأشخاص ذوي البشرة السمراء كانوا جينيا وذهنيا أدنى من الأشخاص ذوي البشرة البيضاء. حاول إقناع الحكومة بأن تعطي مقابلا ماليا للسمر كي يتوقفوا عن التكاثر ويحفظ بذلك الجنس البشري. ومثل كل أتباع تلك المدرسة كان دائما ما يؤكد أنه ليس عنصريا وأن آراءه علمية وتدعمها البيانات. وانتقل من كونه الفيزيائي بالمؤهلات الأكاديمية التي لا تشوبها شائبة إلى واعظ جدلي يثير الاحتجاجات ويستدعي الذم والسخرية لأكثر من 20 سنة. ازدراه أصدقاؤه، سحبت منه ميداليات التكريم، حتى أبناؤه لم يعلموا عن وفاته إلا عندما نشر نعيه في الصحف. تلك كانت قصة ويليام شاكلي، والتي لم نجب فيها حتى الآن لماذا اختار المجيء لهذا الوادي في كاليفورنيا. لكي نعرف السبب سنرجع لأرشيف رسائله. صناديق وصناديق ما زالت محفوظة في مكتبة ستانفورد العريقة، يمكن فهم سيرة ويليام شاكلي من خلالها. أعني تلك الرسائل التي كان يرسلها لوالدته العبقرية. شاكلي فاز بجائزة نوبل، ترى من سيخبر؟ اتصل بها ثم كتب تليغرافا: أمّا، مبروك، يحق لك الفخر، أصبحت أما لنوبلي. تشعر بدفقة الفرح تغمر الأم بإنجاز ابنها الوحيد. الرسالة موجهة للأم إلى السيدة شاكلي. العنوان: 261 ويفرلي ستريت، بالو ألتو. والدته عاشت في بالو ألتو،
تستطيع أن تمشي من هذا البيت إلى ذلك المكان الذي نقش على جدرانه: هنا ولد وادي السيليكون. لماذا اختار أن يكون هذا المكان بؤرة الانطلاق للمعجزة الرقمية؟ لماذا جاء وادي السيليكون هنا؟ لأن أحدهم أراد أن يعود لحضن أمه في نهاية اليوم. هذا كل ما هنالك.